معاك يا فندم. طيب برحب بيك يا استاذ محمود. اهلا وسهلا بحضرتك، انا اسمي شيخون طيب محمد. عرفنا بحضرتك الاول. اسمه محمود شيخون يا اهلا وسهلا من بحضرتك. سوهاج انت وصلت لنا ازاي يا استاذ محمود؟ نعم وصلت لنا ازاي؟ والله حضرتك اول حاجه تحياتي لجميع المشاهدين. شكرا لك. وتحياتي للقناه والمتابعين، قناة جميلة، وأنا أعرف كويس قوي إنه القناة دي متخصصة لمجلس النواب القادم إن شاء الله. إن شاء الله. اتفضل. بقول لحضرتك أنت وصلت لنا إزاي؟ هل عن طريق صفحتنا على الفيسبوك مثلا ولا إيه؟ لا، وصلت لحضرتك على إني على اليوتيوب وعلى القنوات، وأنا متابعكم، قناة محترمة والعاملين بيها محترمين يعني. شكرا ليك. طيب عايزين بقى الناس المشاهدين يتعرفوا على حضرتك، قول لنا بقى حضرتك مين وايه برنامج الانتخابي بس في عجاله. انا اسمي محمود شيخون من سوهاج، من قرى الصعيد، من مركز سابولتا الجلويه، رجل اعمال مقيم في مطروح والساحل الشمالي، صاحب شركه الابرار وعده شركات. تمام مع حضرتك. تمام يا فندم. تمام. طب ايه الهدف من دخولك لمجلس النواب؟ الهدف لدخولي يا فندم، انا مش عايز لا مال ولا عايز فلوس، انا هدفي محدود جدا، انا عايز انهي انهاء كلمه فقراء الصعيد. تمام. الصعيد يوجد بها رجال اعمال وتعتبر من اغنى الناس، وانا اقلهم. تمام. طيب ايه بقى ايه البرنامج الانتخابي اللي حضرتك اللي ممكن تقضي بيه على فكره الفقر في الصعيد؟ حضرتك عايز اقل اول حاجه تقليل الهجره الغير شرعيه، كويس. اقامه مصانع الظهير الصحراوي، لانه القرى ومركز سجول كبير في ظهير صحراوي كبير. تمام. كويس. تقديم الخدمات لبعض القرى اللي قاطنه في الحاجر والحرادنه والحمديه والافراسيه وجميع قرى المركز عامه بها ظهير صحراوي. تمام. انا عايز اعمل تقليل للبطاله. واشغل الايدي العامله وفي جميع المجالات، عندنا ايدي عامله ممتازه. أكيد. عندنا ظهير صحراوي كبير جدا، انا انشئ عليه عده مصانع، انا وبعض رجال الاعمال من الصعيد. أكيد. هنحط ايدينا في ايدين بعض، نطلع بطفره. الصعيد يا فندم، مع احترامي لجميع ربوع مصر، الصعيد به رجال اعمال، به ايدي عامله محترمه. حضرتك انا عايز ابطل كلمه فقراء الصعيد دي نهائي. عندي عايز اشغل مستشفى، عندي متبرعين باجهزه فيها، مستشفى فيها دكتور واحد في قريه الجلويه، بها اجهزه غسيل فشل كلوي بقى لها 4 سنين كادت ان تتهالك. حضرتك بعض القرى فيها وحده صحيه فيها دكتور نادر جدا، وحده بتوضع، واحد تعب عمل حتى. فين يا فندم دكتور؟ بلد تعد 700,000 نسمه، قريه منهم فيها دكتور واحد. باشمهندس حضرتك يعني بتقول ان شاء الله هتحاول تقضي على الفقر عن طريق انشاء بعض المشروعات وتقديم بعض الخدمات الصحيه. ان شاء الله كل ان شاء الله سعادتك يعني وقت الحلقه لا يسمح بعرض كل البرنامج الانتخابي. تحياتي لمعاليك وتحياتي لجميع المشاهدين. كلمة أخيرة صغيرة، حضرتك الصعيد بها أرض فاضية جنب الترع والمشاهات والمجاري، أنا هخليها زي الريف الأوروبي بإذن الله، وأي حد مكاني برضه يتفضل على كده. شكرا لك باشمهندس، وإن شاء الله حضرتك تشرفنا في الاستوديو وتعرض برنامج انتخابي متكامل بإذن الله.